رجعنا لحضراتكم، وضيفي يضيف حضراتكم الاستاذ اسامه الدليل رئيس قسم الشؤون الدوليه بالاهرام العربي، الكاتب الصحفي والرجل المحترم. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ الحمد لله. استاذ اسامه، احنا عندنا حاجات كتيره بس انا عايز ابتدي معاك الكلام ان احنا في وقت ما اعتقدش ان مصر محبوسه في تاريخها كله، ما فاتتش في وقت صعب زي ده، والوقت ده محتاج من انا في رأينا يعني محتاج مننا ان كل واحد يحط ايده للتاني، محتاج ان انا الله لا يقدر لو انا زعلان منك هقول لك حقك عليا ونمشي مع بعض نحط ايدينا، محتاجين ان مصر تهم، محتاجين ان مصر تصلب عودها. حضرتك قلت ده وقلت بوضوح لما قلت علينا تنفيذ خلافاتنا كلها ورا ظهرنا لاننا في حرب، حضرتك قلت ده في المقدمه وقلت بوضوح، لكن اللي الناس لازم تعرفه ان الحرب معناها ايه؟ معناها فرض الاراده بالقوه، حتى لو كنت اللي انت عايزه هتفرض ارادتك الثقافيه الاقتصاديه السياسيه العسكريه، الحرب معناها كده فرض الاراده بالقوه بالعافيه. واحنا بالعافيه بيتفرض علينا مشروع من اتنين، يا تتقسموا يا تبقوا تبعنا، يا تتحولوا الى اربع دول، دوله نوبيه ودوله مسيحيه ودوله اسلاميه ودوله بدويه في سيناء، يا تبقوا تابعين لينا. وقدامكم الاختيار في التبعيه، يا تبقوا تبع الخلافه ولايه من ولايات الخلافه الاسلاميه، يا ولايه امريكيه الحاكم بتاعك برضه هيبقى والي جفرنر بيحكمك بالنيابه عن السيد الامريكي. احنا قدام هذه الإرادات اللي بتحاول تفرض نفسها علينا بالعافية بأدوات متعددة وبصور متعددة، طول الوقت في حد عمال بطريقة حلق حوش، تعال بص هنا لا بص هنا، وطول الوقت الحقيقة في مكان آخر تماما. اللوبي الأمريكي اللي في مصر ما هو ساكت وعايز أفكر الناس كلهم يا أستاذ إبراهيم، فجأة كده فجأة كل الرؤوس تطل، البردعي والغنيم وعمرو حمزاوي وإيه ده فجأة واحد، وفجأة برضه هنرفع المصاحف وطالعين وبتاع، المشروعين بانوا وبان التحالف بينهم وبين بعض. في النهاية كل ده بيصب في مصلحة إسرائيل. مصلحة إسرائيل هي المصلحة العليا عند أمريكا وعند أوروبا. لكن بختهم الغريب أن السياسات الأمريكية الغبية خلقت من الأزمات ما يجعل أمريكا رغما عن أنفها ترتبك، ما عندهمش اجنده لاي حاجه ولا حتى لداعش ولا اي حاجه خالص. الان هناك هجوم من الدبلوماسيه المصريه لخلق تحالف جديد في المنطقه سيعزل امريكا والدنيا دي كلها بره خالص. وعلى سبيل المثال، طول عمر اوروبا تتعامل معانا موحده بوصفها الاتحاد الاوروبي، وتصطادنا دوله دوله، تصطادنا دوله دوله وتفرض شروطها علينا دوله دوله. ما حدش ملاحظ ان احنا ما بنتعاملش مع الاتحاد الاوروبي بوصفه اتحادا ورايحين نتفاهم معاهم دوله دوله. ايطاليا فرنسا اليونان الاول، اليونان دي قصه خطيره، اليونان قبرص ثم ايطاليا ثم فرنسا، وفي العمق بقى هتلاقي اسبانيا، في العمق هتلاقي المانيا، في العمق هتلاقي بريطانيا، هتلاقي حاجات كتيره جدا في العمق. هذه الهجمه اللي انت عاملها، انت مش بس بتدفع الولايات المتحدة بره الشرق الأوسط لأن هي لوحدها خرجت، إنما أنت بتخلق موازنات جديدة ومعادلات جديدة للعلاقات الخارجية المصرية والتوازنات الاستراتيجية بينك وبين غيرك في مرحلة غاية في الخطورة. ده أنت مفروض أنك ضعيف، أنت لسه في مرحلة تحول، أنت لسه في خلخالة. مش صحيح، صندوق النقد الدولي خرج النهاردة الصبح علشان يقول أن الاقتصاد المصري حقا وصدقا بدأ التعافي. خلاص ابتدى معدلات النمو، ابتدت الاقتصاد المصري سيقود هجمة المستثمرين الخليجيين والفرص الاستثمارية اللي أوروبا جاية وإلى آخره. معناها إيه؟ معناها أن احنا دولة ضعيفة وهشة؟ هل معناها أن احنا دولة مغيبة ونايمة على ودانها زي ما بيقول عمرو حمزاوي؟ هو ده الموضوع. هناك خداع يا أستاذ إبراهيم، هناك خداع كبير. طيب هو في نقطة بس عشان تفوت عليها بس عايزك نوضحها. الاستاذ اسامه بيتكلم بيقول ان في هجمه مصريه دبلوماسيه مصريه. طبعا اللي السياسه المصريه اللي بتتم دلوقتي والتحرك قايم صح. يعني النهارده لما الرئيس راح يونان وقبرص، انا بستغل النهارده خلاف
نذري وخلاف رهيب جدا ما بين اليونان وقبرص وتركيا. تركيا اللي هو اللي بتهاجمنا في كل حته. تركيا عضو في حلف شمال الاطلنطي. أيوة. وليست عضوا في الاتحاد الاوروبي. ايوه نعم. فالوضع اللي خلقته تركيا في الحقيقه يعزلها عن الاتحاد الاوروبي، ومش كده بقى وبس، ويحاصرها حصارا ابديا. انا اقصد اقول اننا ابتدينا نتحرك طبعاً. الصح طبعا. انا يعني انا ترك قبرص يونان، يبقى انا النهارده بتحرك مع المحور ده. انا لما بنتحرك في السكه دي عارفين بنعمل ايه. مزهور. يعني زي ما احنا المفروض نتحرك برضو، زي انا النهار يعني بعيد كلام بعيد خالص عن الموضوع، بس بضرب بيه مثال ليا في ذهني. يعني انا بلد بستهلك شاي بغزاره مثلا، او اجيب الشاي بتاعي من سيلان عشان رخيص شويه، او عشان اي حاجه، وما اجيبش من افريقيا، ما اجيبش من كينيا، ما اجيبش من حوض نهر النيل. يعني اللي هم الناس اللي يهمني ان انا بنا واخد كل الشاي بتاع ده تقريبا، احنا نقدر ناخد شاي كينيا كله نشربه. ما كنتش اخد انا من كينيا واوغندا والحتت دي مثلا. يعني انا بضرب مثال على ان احنا بنغير. فاحنا دلوقتي بنتحرك بتغيير في كل الكلام ده. انما يطلع بالذكر بقى يجي حد يروح طالع مثلا زي الاستاذ الفنان خالد ابو النجا، لما بيطلع يقول ده هو عملوا ايه في سنه الرئيس، عمل ايه والكلام ده كله. يعني هو كلام، طيب انت مش قادر تفهم ان في سياسه خارجيه؟ اذا كنتش انت عارف دي مشكلتك، اذا ما كنتش شفت مشروعاتي عشان انت مشغول وفي فنك وفي الحاجات دي كلها، دي مشكلتك. اما يطلع واحد تاني برضو كان هو مشروع فنان اسمه محمد عطيه الحقيقه بتاع ستار اكاديمي، ويطلع يشتم خالف، يعني انا اخالف، انا موجود في دي. بس كل ده بيتعمل في خطوات معينه. النهارده انا ما اعرفش، انا عايز اقطع من الموضوع ده بس على الاستاذ عمرو حمزاوي، لانه كاتب النهارده مقاله يعني بيقول يتمثل الوجه الاخر، ده كلام الاستاذ عمرو حمزاوي حضرات، يتمثل الوجه الاخر لرواد المقولات غير العقلانيه والمغيبه للمعلومات وللحقائق بشان مؤامره الغرب الكونيه على مصر وبلاد العرب في انعزالنا الحضاري عن العالم المتقدم في الشمال والغرب. الاستاذ عمرو حمزاوي بيتكلم بيقول ان احنا طول ما احنا عايشين في الوهم من ان في مؤامره علينا، طول ما احنا بننعزل وما احناش عارفين ده. أكيد أنت قريت المقال. طبعا. وأكيد أنت عايز ترد. لا شوف يا فندم، الأول قبل ما أوصل للمقال لازم أقول أن السياسة الخارجية المصرية بطلت تبقى رد فعل. هي الآن فعل. واللي فاعل في السياسة الخارجية هو الذي ينتصر، وهو الذي يفرض أجندته على الآخرين. أما السنوات اللي قضيناها رد فعل لسياسات الغرب، دي أضرتنا كتير أواواوي، وخدت مننا كتير ولم تعطينا شيئا. هنا أنت فاعل، أنت ابتديت تبقى إيجابي، أنت اللي بتفرض مصالحك فين. ومصالحك بقت واضحه في التحركات اللي هنتعاون اقتصاديا، هنتعاون استراتيجيا، هنتعاون في قضايا الامن والطاقه والطاقه والطاقه، لان دي هي الكارثه المقبله على العالم في القرن الحادي والعشرين. انت ابتديت الفعل. يجي لك بقى واحد يقول لك ايه الاجنده اللي انت بتلعب بيها دي؟ طاقه ايه؟ واستثمارات ايه؟ وتنميه ايه؟ وقناه سويس ايه؟ مالها الايبولا؟ ما تشوفوا الناس بتفكر ازاي؟ وطريقه تفكيرهم ازاي؟ بيفكر ده اللي هو عايز يقوله، ده اللي بيقوله بالظبط. ومش كده، ده انا حنقل فقرات. الاول عايز يتكلم على ده مقاله الاستاذ عمرو حمزاوي اللي كاتبها في الشروق، مسارات التطور العلمي والتكنولوجي المعاصر. روحوا استهلكوا تكنولوجيا، بطلوا بقى، انتوا هتنتجوا ايه يعني؟ بطلوا. الربط بين المعارف العلميه الجديده وبين قضايا التلوث والبيئه والمناخ. يا بابا فيك ايه يا ابني؟ انا عندي ناس عايزه تاكل، يا ابني انا عندي بطاله، زادت معدلات البطاله من 25 يناير لحد النهارده بشكل مرعب، عندي 4500 مصنع اتقفلوا. ايه؟ طيب السياسات التنمويه الامثل لمواجهه التصاعد لمعدلات الفقر و وضعيه الحقوق والحريات وكيفيه التعاطي مع، وتيجي بقى العباره الاخطر اللي تتعلق بالارهاب. انه الارهاب مش معالجة امنية وبس يا جماعة، وبصوا على التنمية والحاجات التنمية. هو الارهاب له منطق يبرر بانه بسبب الفقر طلع الارهاب؟ طب قول لي تفجيرات لندن في 7/7، طب قول لي 11 سبتمبر، طب قول لي مدريد، قول لي الولاد اللي سابوا لندن وراحوا ال 150 واحد اللي في داعش بالظبط، مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم فقر برضو؟ كانوا فقر وبطالة وحاجات كده؟ لا. يبقى اذا انت بتفرض عليا اجنده تانية بتقول لي ان ما انت فيه الان
ملوش وزن كبير، وخدوا الاجنده دي، بلاش الاجنده دي، لان الاجنده دي بتاعت السيسي اللي رايح يتفاوض مع فرنسا ويمضوا له على 4 فرقاطات حربيه جديده، وداخلين معاه في استثمارات ماليه وسياحيه و لاخره، وداخلين في الشغل اللوجستي اللي احنا عاملينه سواء كان في ميناء دمياط او السويس. لا، ما انا عندي كمان منطقه لوجستيه في ميناء دمياط خطيره جدا، هتبقى بورصه قمح في العالم، وعندي كمان منطقه لوجستيه في قناه السويس. ومن عجب ان روسيا عرض علينا منطقة لوجستية تديرها مصر في القرم. القرم هناك. طبعا. لا، الموضوع كبير. الموضوع ضخم. انت داخل على سياسات ضخمة، وداخل على قفزة، القفزة دي مش مطلوب ان حضرتك تقفزها. عارف ليه بقى؟ لان التواطؤ ما بين كل الدنيا دي وبعضها الا تجوع مصر والا تشبع. تفضل طول عمرك عاجز. لا تركع ولا تصلب عودة. وتفضل زي ما انت كده عاجز. وتايه، وشبابك تايه، وعندك ازمات في كل حاجه، وبتبص تحت رجليك ما تبصش للمستقبل ابدا، وتفضل زي ما انت، زي ما انت على ركبك، ما تتحركش. طيب، انا علشان اعمل ده عندي ادوات بقى، عندي لوبي امريكي يظهر يطفي وينور بقى كده، يعني اطلعه وقت ما اطلعه ويهبط وقت ما يهبط وفقا لارادتي. اتنين، عندي ناس في ايديها سلاح، الجماعات التكفيرية الجهادية. وانا عايز افهم الناس حاجة مهمة جدا، يا رب يا استاذ ابراهيم تفهمها لهم. سوق السلاح سوق بائع مش سوق مشتري، مش بفلوسك تشتري اللي انت عايزه. لا، التاجر لازم هو اللي يختارك. ومش معنى انك ماسك حتة سلاح انك مسلح. الذخيرة، في ذخيرة انت خطر، في سلاح في الذخيرة انت ماسك حتة حديدة خشبة. وبالتالي هم اختاروا العيال دول، واختاروا يعطوا ذخائر وأسلحة للعيال دي علشان يأثروا على المعادلة في الأرض وقت ما هم عايزين، مش وقت ما عايز الإرهاب. لا، الإرهاب في ظهره عقل، والعقل اللي في ظهر الإرهاب ده بيديله اتصالات بالأمر الصناعي، بيديله إحداثيات، بيديله معلومات، بيصر. لا، المسألة النهاردة ما بقتش علامة مش التسعينيات، مش التسعينيات، لا، مش إرهاب التسعينيات. دي حاجات واقف في ظهرها أجهزة مخابرات وما فيش، ما فيهاش هزار. ومن الغريب إنه الغرب طول الوقت عمال يطلع لك الإشارات دي. العيال دي بتاعتنا، العيال دي إحنا عارفينها، العيال دي في وسطها ضابط مخابرات إحنا بندور عليه. عين عينك يا أستاذ إبراهيم، عيني عينك. طيب، أنا محتاج إيه بقى؟ محتاج أدي وداني للناس اللي لو نزلت زي حضرتك ما قلت، لو نزلت الانتخابات في عمارتها مش هتاخد صورتين، صوتين، خلاص انتهينا. ولا ابص على مصلحتي، افتكر الصح ان الشعب المصري ان الاوان ان يبص على مصلحته، مصلحه غيري لا تعنيني الا بقدر استفادتي منها، انما مصلحتي اولا واخيرا، مصلحتي في الرفاهيه والتنميه، مصلحتي في تدبير فرص عمل، مصلحتي ان المصنع المقفول يتفتح، مصلحتي يا استاذ ابراهيم ان ابطل استهلاك وابتدي الانتاج، ان ابطل تبقى القيمه الاجتماعيه في مجتمعي انا معايا ايه وشايل موبايل ايه وبستهلك ايه، لا، تبقى القيمه في هذا المجتمع انت بتنتج ايه وبتخدم ايه. المجتمع ده يا استاذ ابراهيم هياخد طريقه للانتاج فعلا، وهتبقى اول اشاره يا رب يسمعوا مني يوم ما تقفل القنوات التلفزيونية كلها الساعة 12 بالليل على النشيد الوطني، وتفتح على القرآن الكريم والنشيد الوطني. في اللحظة دي بس مصر دخلت الانتاج. طيب، انا احنا مش في مفترق الطرق، احنا دلوقتي انت على الطريق. لا، احنا في وسط الحدوته ما انتهتش. نعم. يعني المؤامره اللي الاستاذ عمرو حمزاوي ببكتنا ان احنا بنصدقها، احنا في وسطها دلوقتي ما انتهتش. في عندي ناس شايلين سلاح في سينا، انا بس هشرح وده للارهاب، وانا واثق 1000000% ان الجيش والشرطه قادرين عليه، سواء كان في سينا او خارج سينا في اي حته محافظات مصر. انما انا عندي معركه حقيقيه اخرى اللي هي حول الراي العام، معركه اللي هي فيها ازاي ان احنا مين، ازاي اوصل لدماغ المصريين وابتدي العب في دماغهم بحاجات كثيره جدا جدا، وهذه هي المعركه الحقيقيه الخطيره اللي احنا لازم ناخد بالنا منها. نعم. لان دول ما لهمش وزن، وفي الاول وفي الاخر بس عايز يعني عايز اجيب من الاخر خالص، البلد اللي ربنا سبحانه وتعالى طل عليها بنوره وطل عليها بصوته، نعم، مش هتنضام. عايزين بس دي تدينا قوه، انما ما نمشي ونشقر على دي.
دي تدينا نبقى عندنا يقين ان مهما هيعملوا احنا هننتصر، بس لازم نتحرك ونشتغل. الحرب التانية اللي شغالة دي شايفها ازاي يا استاذ اسامة؟ شوف يا فندم، هنبتدي برضو من مطرح ما حضرتك ما ابتديت. الفكر التآمري قبل 25 يناير بكم شهر كده عقد في الاهرام ورشة عمل لمدة يوم واحد، كان عنوانها انماط الفكر التآمري في العقل العربي. وكانت شغلانة هذا المؤتمر ان الرأي العام يعرف ان دماغنا مليانة بالفكر التآمري. ما تقوليش امن قومي بقى ولا بتاع، امن قومي ده مرض يا حبيبي اللي انت بتتكلم فيه، انتوا عايزين تخمعونا تحت اسم الامن القومي. كان ده هو الهدف. انا في حل ان انا اقول مين اللي اداره ومين اللي كان بيشرف عليه والحكايه كانت شكلها عامل ازاي. لكن ده لما بتقعد تتكلم حوالين انت دماغك مليانه تآمر، انسى بقى امن قومي وانسى ما اعرفش مين وانسى المخاطر والتهديدات اللي بتهدد هذا المجتمع. انسى الحرب اللي بتشن عليك يا راجل، انت عايش وهم. دي واحده. الثانيه، مين بقى اللي بيقوم باللعبه دي؟ الاعلام. ما حضرتك بتتكلم في الراي العام التايه ده اللي قاعد بقى الاربع سنين كل يوم يوماتي على الله 24 ساعة ما فيش على لسانه غير جملة واحدة، البلد رايحة على فين؟ وكأنه أتوبيس من غير سواق. يعني إيه؟ البلد رايحة على فين؟ ما أنت شايف بعينيك. الله، بقى أنا يا مواطن يا ابن البلد مش عارف بلدي رايحة فين، والمستثمرين من جميع أنحاء العالم جايين عندي، جايين عندي يحطوا فلوس في بلد ما هيش عارفة هي رايحة فين؟ ولا الإعلام هو اللي عمال طول الوقت يضللك ويلبسك في الحيط؟ طب الإعلام بيعمل كده ليه؟ ليه بيعمل كده الإعلام؟ هل بيعمل ده لأنه الإعلام شايف نفسه السلطة الحقيقية في هذا البلد وأنه يملك الشارع ويملك أن يقول كن فيكون؟ هل هي دي شغلانتنا كإعلاميين أو ده هدفنا؟ أبدا. إنما أنا متأسف في اللي هقوله ربما يزعل ناس كتير، ممكن يزعل حتى ناس في المحطة دي. دائما ورا كل رسالة اتصالية في الإعلام صاحب مصلحة، فيه دايما صاحب مصلحة. دور على صاحب المصلحة في الشاشة في القناة في المجموعة، دور زي ما انت عايز عشان تعرف بقى ان جواز البيزنس بالسياسة الذي ثار عليه المصريون سنة 2011 لا يزال قائما حتى هذه اللحظة، وانه الراجل بتاع البيزنس طالب السياسة في الطاعة، طالبها في بيت الطاعة لانها الظهر خرجت عن طوعه. وفي انا مش عايز ازعل حد ومش عايز اتكلم في اسماء ومش عايز اتكلم حوالين ارتباطات ومش عايز اتكلم حوالين اشياء مشبوهه كثيره جدا، لكن في النهايه انا ببعت رسالتي دايما الراي العام. الحقيقه هي ما تراه بعينيك مش اللي انت شايفه في الشاشه. الحقيقه هي اللي موجوده في الشارع، الشارع امان، الدنيا زي الفل، الشغل ابتدى، في فرص عمل جت، في فلوس جت، في حفره حصل، ده حصل مش وهم. انما اللي على الشاشه بيقول ايه؟ دي بلد هتضيع بعد 24 ساعه. مستحيل مستحيل يا استاذ ابراهيم. هذا انا اسميته من 48 ساعه، سميته خيانه عظمى. وانا مسؤول عن اللي انا بقوله، حضرتك مش مسؤول عنه. الخيانه العظمى يا استاذ ابراهيم هو الاضرار بمركز بلدك سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا ولحساب اعدائك. وما يحدث الان هو اضرار بالمركز الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي لمصر من قبل إعلام مصري للأسف البالغ. طيب أنا بس نقف عند الحتة دي، أنا موافقك تماما، بس عايز أقول مش كله يعني. ما هي قصة مش كله، هتوجد العذر. لا أنا مش بكلم، أنا عايز على سبيل المثال حضرتك إعلامي وصحفي وأنا صحفي ونحن أعضاء جماعة وطنية واحدة هي الجماعة الإعلامية المصرية. إما ابتديناش بنفسنا نفوق روحنا، بطلوا خيانة. الخيانة مش وجهة نظر، مش حرية رأي وتعبير، الخيانة اسمها خيانة. أنا لما بقول لو ما قلناش ده أنا وإنت يا أستاذ إبراهيم، يعني أنا بقى لباقي الجماعة الوطنية الإعلامية، يبقى إحنا مشاركين في الجهد. أنا بس تعالى نتكلم بالراحة في هذا الموضوع. أنا بقول مش كله، إنه مفيش مطلق. طبعا مفيش مطلق، مفيش مطلق. يعني لا، في ناس محترمين جدا جدا موجودين. صحيح الصوت الغالب، خدت بال حضرتك، والكاسح، لأن دول ملمومين مجموعة في الإعلام وتساندهم مجموعة من ما يسمى ما أطلق عليهم الإعلام النخبة، ومجموعة من اللي أطلقوا عليهم المثقفين، واخد بال حضرتك، ودول التقوا، وأنا شايفهم إن دول أصحاب الهوى اللي بره، هم هواهم مش على البلد دي. وما بس اللي يعني إذا كان ولائك مش بتاعك، ما أنت هو ده الخاين برضه والجاسوس. إنما هي القضية إيه؟ تعال بقى نشوف عبقرية المصريين.
أهالينا في كل حتة. تعال شوف الأهالينا إزاي فرزوا هذا الكلام، وإزاي النهاردة هو قدر يفرز إن ده صح ولا غلط. ما هي المسألة على فكرة، أنت ممكن حد يخدع الناس شوية، إنما مش هيقدر طول الوقت يخدع. والله العظيم إن ما فيك يا مصر يا محروسة حد إلا ما عارف مين كويس وعارف مين اللي مش كويس. ودول أنا في رأيي إن خلال شهر أو شهرين دول في مزبلة، يعني دي في المزبلة التاريخ. طب كلام حضرتك علمي قوي، يعني اللي انت بتقوله دلوقتي علمي جدا. عارف ليه يا أستاذ إبراهيم؟ المجتمع ده الطعم، الطعم من حاجتين، من الفوضى والإخوان. 25 يناير حصل التطعيم، الجسم بتاع المجتمع أنشأ أجسام مضادة في مناعته الطبيعية للفوضى بعد ما شاف المال العام بيتحرق وشاف البلد بتخرب وما خدش حاجة. الله، انت حرقت ليه وخربت في المال العام بتاعنا ليه؟ والعيال اللي بتاخد البرشام الترامادول والجن الازرق وتشف العين، خلاص انا فهمتك، خلاص اتحصنت. التانيين بقى الذين يحكمون باسم الاسلام، اللي سموا نفسهم اسلاميين، لا في القرآن لفظ اسلامي ولا في السنة الشريفة كلمة اسلامي، ده اسلامي ده اختراع. احنا في القرآن اسمنا مسلمين، ما فيش حاجة اسلامي. انما هم لما اخترعوا ده عشان يعملوا مسلم سوبر ومسلم تاني ما فيش اسهل من تكفيره، وكل واحد فيهم يسمي نفسه داعية. يفترض بالداعية انه بيأتي بناس، انما الحقيقة الداعية بيكفر الناس، بيخرجهم برا الملة. يعني طول الوقت الخلاف فهمته الناس، حتى السلفيين ظاهرة العناتير والبتاع خلاص كشفتهم. الموضوع كشف، وده كمان عمل نوع تاني من انواع التحصين في جسد المجتمع المصري. وبالتالي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هو نتيجة منطقية لعملية التطعيم اللي احنا طعمناها فتحصلنا بها من ده ليوم الدين. ده مش هيكرر تاني. صح، لما حضرتك قلت هيتعب مصحف مش عارف هيقرأ فيه، ايوه الشارع هيعمل فيه كده، لان الشارع كشفه والشارع عرفه، والشارع عرف الفوضى وعرف العيال اللي بتبرشم وعرف العيال اللي بتاخد فلوس وعرف السبوبه، عرف كل حاجه. خلاص عرف، هو مش هيخيل عليه بقى انه شايل مصحف وبرميه ومولعه وحرقه مسبقا، مش هيخيل عليه كلام الفارغ ده كله. وده ماني. طيب استاذ اسامه، في يعني في الاطار، في هذا الاطار في جزء، يعني في جزء احنا عارفين ان هو راجل صاحب هوى، يعني خلاص ده انتهينا منه ده. انما طبعا نجاحة الحملة اللي اتعملت في الثلاث سنين ونص او الاربع سنين او من قبليها، حملة ان انا اللي تركز فيه على الشباب من 18 كده وانت طالع، التركيز على الشباب لفكرة اللي هي فكرة الرفض، فكرة انه يبقى رافض، فكرة ان يكون هو على طول، لان هو ما حدش للاسف ما حدش طلع يقول معارض. يعني تعريف للمعارض، المعارض هو اي انسان انا بشوف حضرتك مسؤول وعملت حاجة صح، حتى لو انا في حزب تاني علي ان اؤيد هذا الكلام اللي انت عملته. لو انا شفت انك عملت حاجة صح انا مقتنع، ولو عملت حاجة غلط اقول انك غلطان. ومن هذا المنطلق المفترض ان اللي من يملكون قدرة التفكير في مصر 40 مليون 45 50 مليون بيعرفوا يقروا ويكتبوا الكلام ده، او حتى ما بيعرفوش بس قادر يفكر ويعرف، مطلوب منهم ان هو اي حاجه صح يأيدها واي حاجه غلط يرفضها. يعني دي انا شايف ان دي المعارض، انما هم فهموا الشباب انك انت مطلوب منك مطلق، انك معارض مطلق، وان اي طلب ليك مش اي طلب بيك تحقيقه مش هيجي الا بالمظاهره وبالبتاع اللي بيحرق ده اسمه ايه، المولوتوف او الشماريخ والكلام ده كله. وبالعنف الشباب مش قادر يتراجع، حتى الشباب مش قادر يتراجع. وهذا الموقف العنيف اللي عملوه الشباب خلى حتى الشاب بقى في وسط اسرته بيعمل ده. بقى النهارده هو خلاص رافض لاي شيء. ده مساله هتتصلح، جاي كله هيتصلح ان شاء الله، بس هي الفكره ان اتعمل ده. هذا التضاد موجود لغايه دلوقتي، نخلي بالنا ده موجود في اعلامنا لغايه دلوقتي. البعض قد يقع فيه خطا بسلامه نيه، والبعض الاكثر من اللي بيعملوا ده لا هم فاهمين بيعملوا ايه. يعني انا مش انا بس عايز من حضرتك كده نقسم الاهم فالمهم. طيب خلينا في القضيه الاولى اللي حضرتك اشرت عليها بشكل عام، ضرب العلاقه ما بين الانتماء والولاء. انا انتمائي، انا مصري اتولدت على ارض مصر، بس ولاءك لمين؟ ولاءك لبلدك ولا ولاءك لامريكا ولا ولاءك للاسلام؟ فبالتالي انت مش مصري، انت مسلم. اتوجدت هويات مصطنعه
ما بين مصري ومسلم، ما بين مواطن ومؤمن. الثنائيات دي اتحطت قدام العيال الصغيرة عشان تتوه، عشان مش لاقي، ما يلاقيش نفسه شخصية. ومع الوقت انتوا الشباب، انتوا القدرة، انتوا، فبالتالي يحصل صراع أجيال بين الشعر الأبيض وبين الشبان. ونبتدي بقى مسلسل بيبتدي من عند عدم احترام الأب والأم والنظر إلى الأب والأم على إنه محفظة. عايز أقف عند الأسرة واستثنيك بس، استسمحك في فاصل ونقف عند الأسرة بس عشان نبتدي من هنا تاني، لأن هي الفرتكة بدأت من هنا بالظبط. أستاذ أسامة، إحنا وقفنا عند الأسرة وإزاي إن بقى في مسافة ما بين، اتعمل شرخ بين الشاب الطفل الولد المراهق ده وبين الأسرة. وتقدر تبتدي من الطفل كمان لما تطلع حاطط الطفل في ثنائية قرآن وإنجليزي. الثنائية دي خطرة جدا جدا في السن الصغيرة. ثم إن يبقى عندك تعليم مش وطني، تعليم أجنبي، تعليم بيقول لطالب أو تلميذ في ابتدائي أن الذي بنى الهرم هم اليهود في كتاب التاريخ، وطبعا بلغات متعددة وحاجات. واللي جننك ما فيش عربي في الموضوع. النهاردة أخطاء اللغة العربية على لسان الكل ولا كأنها لغة أصلا، ما هو كمان عمال يأكل من هويتك الوطنية. وفوق ده وده وده سلطة الأب، كسر سلطة الأب. سلطة الأب مش معناها القمع، مش صحيح. ده الأب شغلته ضبط السلوك، ما فيش حاجة اسمها ضبط سلوك. اللي يكسر سلطة الأب يتحدى الشرطة ومؤسسة القانون ويتحدى الجيش. الحكاية بتبتدي من فين؟ من طبلية أبوك اللي انت قلبتها وما احترمتش أبوك. تأكد ده هو نفسه اللي ماسك سلاح في وش قواته المسلحة عبر تحديه للقانون وللنظام وهو لكل حاجة. عايز تكلمني عن ديمقراطية وحريات؟ ماشي، قول لي يعني ايه ديمقراطية وقول لي يعني ايه حرية. الديمقراطية هي حكم الشعب لنفسه بنفسه، مش كده؟ طب هي الشعوب شبه بعض يا اخي، ده اسيوط ما هياش الزقازيق. مصر هتبقى فرنسا ازاي؟ ده انجلترا الدولة الديمقراطية العريقة دولة ديمقراطية، وما بتقولش ان باكستان دولة مش ديمقراطية. مع العلم الديمقراطية دي غير دي. كل ديمقراطية بتكيف نفسها على المجتمع اللي بتدور فيه، انما انت عينك على ديمقراطية مش بتاعتك، بتاعت مجتمع مش بتاعك، فلا هتاخد الديمقراطية ولا هتاخد قيمة. هو مش عينه على حاجة، لا لا لا، خالص هو عينه، هو رفع شعار، هو رفع شعار بس، عينه شعار. هذا الشعار يبتدي لحظة استغلاله بقى في خلق المصطلح. خلق المصطلح بقى لما تبقى مصر إسلامية. طيب، طب أنا عايز أقول لحضرتك معلومة الدنيا كلها تعرفها لكن ما فهموش معناها. على سبيل المثال، النظام في مصر هو نظام جمهوري، احنا اسمنا جمهورية مصر العربية. هوية هذه الدولة هي العروبة، احنا عربية. حتى السعودية، السعودية اسمها المملكة العربية قبل كلمة سعودية. بس خليني في جمهورية الأول، خليني في النظام الجمهوري. النظام الجمهوري نشأ في مصر سنة 53 مش 52، 52 احنا كرشنا الملك. لكن في يونيو 53 قرر الجيش المصري انهاء الملكية واقامة الجمهورية. ما حصلش ده باستفتاء ولا حصل ده اي حاجة خالص. شرعية النظام الجمهوري في مصر هي شرعية القوات المسلحة، شاء من شاء وابى من ابى. تاني، شرعية النظام الجمهوري هي القوات المسلحة. خرج القوات المسلحة بره الموضوع، هتبقى قدام حاجة من الاثنين، يا تجيب حفيد الملك ياخد ملك ابوه وسيده، يا اما مصر تتحول الى الاستعمار بكل اشكاله بقى، يرجع الانجليز والامريكان، يجي النزرق. عدا ذلك ما انتش نظام جمهوري. عشان كده الخناقه مع الجيش واستهداف الجيش طول الوقت، الجيش المصري هو ده الموضوع، هو استهداف للنظام الجمهوري ذات نفسه. ما هو انت لازم يا تتبع الباب العالي زي ما كنت ايام محمد علي ونسل محمد علي وصولا لفاروق، يا اما تبقى تابع للاستعمار الجديد ورثة الاستعمار البريطاني وهم الامريكان. انما ان انت تبقى نظام جمهوري حر مستقل قائد فاعل. مصر هي اللي غيرت النظم حوالين منها، احنا اللي عملنا الجزائر وليبيا والسودان ومعرفش مين وبتاع. مصر هي دي كانت شغلاناتها، احنا غيرنا المجال الحيوي بايدينا. وعشان كده كان لازم يعملوا فينا 67، لانه لو كانوا سابونا في 67 لا كان الوضع هيبقى صعب عليهم قوي
قوي قوي قوي، وما كانت الخرائط الموجودة دلوقتي موجودة زي ما احنا شايفينها. اللعبة الآن ألا يعود الجيش للمشهد القديم، لمشهد نهضة للبلد، قطاع عام، صناعات تقيلة، مشروعات ضخمة. الله الله الله، ده انت هترجع تعيد قديمه بقى. هيتعاد شاء من شاء وأبى من أبى، أو مصر ليه ما يلاقوهاش؟ وده مستحيل، مصر موجودة في الجغرافيا زي القضاء والقدر. طبعا غصب عنهم طبعا. طيب هو الجزء اللي موجود، معرفش ازاي النهاردة، لان عندي خلاص بقت عندي مشكلة حقيقية انفصام. مش عايز اقول بقى ان الشباب الرافض والشباب مش لا، حكايه لا رافض اتلعب في الحته دي كلها، انما في النسب وفي الحاجات ولما حصل انتخابات ده كلام تاني موجود. يعني لان كان الاهرام عامل، او حد كاتب في الاهرام مقاله من يومين ثلاثه بيتكلم ان كان الاهرام عامل حاجه استطاعه راي مع الشباب او حاجه زي كده، فبيتكلموا على انه اول مره جابوا 50 استطلعوا راي 50، وبعدين مش عارف 70، يعني عددهم حوالي 200 وشويه. فالمتين وشوية بيتكلموا عن ان قانون التظاهر، يعني لازم ان القانون طبعا محدش دائما بيتكلم، يجي يتكلم على قانون التظاهر او قانون تنظيم التظاهر يقول ايه الغلط اللي فيه والمواد المعيبة اللي فيه اللي هي مش موجودة برة. شوف فن يعني فن، الهدف هو الابقاء على حالة العصيان المدني. الهدف هو انك ايه العصيان المدني اللي مش مفروض تعمله اعماله، واللي مفروض تعمله ما تعملوش. ادي من اخر الشارع كلمة لخبطة، يعني لخبطيطة بالظبط. شرطة، تجرأ على الشرطة وقول على الشرطة اللي هم شغلانتهم تنفيذ القانون، قول عليهم بلطجية، يعني اديله صفة العكس ان هو المجرم مش الذي يضبط. الجيش ما تحطش في دماغك قوي. هذه الحالة التي حصلت في 25 يناير واستمرت في الحقيقة، هذه الحالة انتهت. يعز عليهم قوي قوي ان سياسات الشوارع او الستريت بوليتكس تنتهي. ده انا اساسا الزخم بتاعي من شويه عيال ببرشم بتطلع تقول هنوريهم الغضب هنعلمهم الادب. هو ده الهدف، ان يتحول الشباب بتاعك القدره الحقيقيه بتاعتك الى خنجر في ظهرك. هو عايز ده، طول ما هو ضامن ده ضامن ان البلد دي كسيحه ومكسحه. طيب في مقعده ومش هتتطور. انا بس اللي انا عايز اقوله ان لو بالنسبه، لو انا عندي حوالي 22 مليون في السن ده، 25 مليون الذي اللي هم اللي اقوله هنعلمهم الغضب ولا هنعلمهم مش عارف الايه دولت. طيب كل دول كلهم على بعضهم لما تجيبهم تنفخهم وتمدهم وتعاملهم وتعبيهم في اكياس ومهما تعمل فيهم، دول عددهم لا يمثل واحد في العشر تلاف مش كده؟ ومع ذلك يا استاذ ابراهيم بقى حط لي كاميرا على دول بس ليل نهار عشان العالم كله يعرف انه ال 22 مليون هم الصوره دي. لا، مره تانية بقول للراي العام، الحقيقه هي اللي قدام عينيك مش اللي على الشاشه، مش اللي خدها مصور من لقطه واحده وحطها في الجورنان ووسع. لا مش كده، لانه مصر بملايين شبابها في الاقاليم في كل مكان في مصر، شباب واعي ومحترم ومثقف وقاري وفاهم ووطني وعارف مصلحته ومش قليل الادب. لكن طول الوقت التركيز على نموذج الولد قليل الادب اللي ماسك الشمروخ، اللي ماسك المولوتوف، اللي بيرفع علامه رابعه، اللي في ظهره مش عارف شنطه فيها ايه، اللي صناعه الصوره خطيره جدا يا استاذ. ما هو انا بتكلم عن الاعلام، عشان كده انا ما شفتش في اي حته في العالم ولا في اي اوقات، يعني الامريكان في عز في الخمسينيات لما كان فكره الشيوعيه وكان في المحاربه والمكرسيه والكلام ده كله، كان استحاله ان لورنان يكتب اي حاجه على فكره الشيوعيه، فكره ان تكتب في اليمن في اوقات معينه. انا النهارده بندهش ان عندي لورنانين او ثلاثه بالتحديد، انه عامل له كل واحد منهم عامل صفحه بياخد فيها تصريحات نبه الدعم الشرعيه. نعم. يعني ارهابيين بيدعموا ارهابيين، فباخد تصريحاتهم وكل مره ودون حياء ولا خشه. نعم. وصرح متحدث إن رفض ان يذكر اسمه، ان هنطلع عين ابوك وهنولع وهنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ورساله تهديد لينا تيجي لما يطلع الصور بتاع مظاهرات الاخوان. طبعا الولاد الطلبه اللي في الاخوان ربنا يسامحهم، رؤساء الجامعات ربنا يسامحهم. نعم. ودول مش هيوردوا على جنه. نعم. لان رؤساء الجامعات دلوقتي برفضهم ان الشرطه تخش هناك، وتقولش لما تخشوا هيخشوا الكعبه. حضرتك دخلت الحرم المكي. استني بس انا بس اكمل ديت مش دخلت الحرم المكي حضرتك يا عم؟ ما الحرم المكي دخلوا الشرطه لما حصل الاحتلال. لا، هو الشرطه موجوده ليل نهار مش بتدخلوا. لا يعني هم واقفين على المهم. ده اللي انا عايز اقوله. انما النهارده بيعملوا، انت عارف الفكره ايه؟ الكلمه اللي حضرتك قلتها، الصوره. هم عايزين صوره. فيجي الولاد بتوع البوليس قاعد بره،
فيجي الولاد طلبه الاخوان اللي هم عايزين يعملوا مظاهره لمده 60 ثانيه بالظبط لغايه ما الصوره تتعمل اللي هتتنشر في الثلاث جرايد، وده اللي هيحصل يوم الجمعه. بس انت مالك الكلام ده كله؟ طب انا يا جماعه الخير في الاعلام، هو انت مع مين؟ هقول لحضرتك. انت مع مين يا كابتن؟ انا هقول لحضرتك. انا قدامي بديل من اتنين وانا بقدم اي حقيقه، يوصفها يلونها. ازاي؟ انا لما احب اقدم حقيقه الاستاذ ابراهيم حجازي امامي في هذه اللحظه هقول الاستاذ ابراهيم حجازي جالس امامي. الطريقه الثانيه لحكي الحكايه دي، الاستاذ ابراهيم حجازي مش واقف امامي. انت بتروي حقيقه واحده بس بطريقتين. الطريقه الثانيه هي دي بقى المتلونه، اللي ممكن يبقى نايم. بقول للناس انه مش واقف، ممكن يبقى نايم بقى، ممكن يبقى هو المفروض كان يبقى واقف. الله، ما سر عدم وقوفه؟ هل يمثل عدم وقوفه ده مثلا موقفا من كذا وتبتدي تاخد بعضك وتلبس في الحيط بطريقه الناراتيف مش الديسكريبتيف، بطريقه ان انا اخد هيها نفس الحقيقه ولكن اقدمها للناس بالطريقه المتلونه. عشان كده الناس لازم تحذر مما تقراه وتحذر مما تراه. الحرب بالإعلام حرب خطرة جدا، وهي حرب بتدرس في الجيوش وتدرس في كليات الحرب الأمريكية تحت اسم CNN فاكتور أو عنصر CNN. دايما كان في مثل لما كنا نقول لك يعني اللي يلعب بالنار يتسع بيها. بالظبط. واحنا صغيرين قوي لما تلعب بالنار هيبقى بالليل هيحصل لك مشكله. يعني كنت بتكلم على فيركسون مش كده؟ على لا، على اللي بيحصل في امريكا. اي فيركسون. يعني انا النهارده اللهم شماتة نتمنى ان ما يحصلش ضحايا، نتمنى ان في اي حته في الدنيا يكون في استقرار، في امريكا وغير امريكا يكون في استقرار معاه. انما بس انا عايز عشان خاطر استاذ عمرو حمزاوي اللي بيتكلم عن الديمقراطيه. قوي قوي. فرجنا الديمقراطيه الغربيه والليبراليه شكل عامل ازاي. انا عايز افهمه. مش هي دي الديمقراطيه؟ لا، يفرجني كمان التظاهر بيتم ازاي في امريكا. يفرجني لما الناس نزلت من الرصيف لنهر الشارع في نيويورك في مظاهرات احتلوا وول ستريت، اتعمل فيهم ايه؟ لا انا ده جزء. النهارده بقى لا، انت شوف الجانب الثاني. مش دي امريكا اللي بقول لك انت في امريكا بلد الحريات. بلد الحريات. المحلات الدهب اتسرقت طبعا، 12 محل اتحرق. عربيات الشرطه اتحرقت. لا واتحرق والكلام ده كله. الله اعلم هتنتهي على ايه. الله اعلم هتنتهي على ايه. والله اعلم يعني مش هتفكرنا تفكرنا على فكره ب 25 يناير مش ملاحظ. ما هو تفكرنا قوي. ما هم دول اللي انا عايز الناس مش العيال دي اللي درست ان ده. ما هو ده كله. انا عايز الناس تشوف الصور دي وتتذكر هو ده لمؤاخذه ارشيف 25 يناير اللي فات. ولا دي صور متاخده من ساعه. في الولايات المتحده الامريكيه. وعلى فكره نزل لهم الحرس الوطني. يا ترى هيقولوا يسقط حكم العسكر؟ يا ترى هيطلعوا يقولوا الداخليه بلطجيه؟ الحكايه كلها ان فيه ولد اسود قتله ضابط ابيض. المحكمه برأت الضابط. احترام القانون واحكام القضاء دي قضيه مقدسه في الديمقراطيات. اللي بيحصل قدامنا ده خروج على القانون وخروج على القضاء. مش كده؟ مش دي ديمقراطيه؟ شفت بتتواجه بايه بقى؟ خلينا نتفرج، خلي الناس تستعيد مشاهد حصلت في القاهره في 25 يناير وما بعدها، وفي كييف في اوكرانيا الفتره اللي فاتت. خليهم يتفرجوا وكيف الديمقراطية بتتعامل مع ده. يا ترى دي مشكلة تنمية وفقر برضه وهيتعاملوا مع المسألة بالتنمية وبالبتاع، ولا دي قضية لابد من مواجهتها بهيبة الدولة وبيد الدولة التي تحتكر وحدها السلاح، علما بأنه حصل في الأحداث دي ضرب رصاص لأفراد شرطة من الشرطة الأمريكية. يعني احنا قدام مشهد كاشف وربنا سبحانه وتعالى عمال يكشف زيف النفاق طول الوقت. هو بس ومن عجب ان ربنا سبحانه وتعالى اليومين اللي فاتوا دول كمان ادالنا اشارات خطيره قوي. لما الامارات طلعت لائحه الارهاب جابت اتخن المؤسسات في امريكا، وواحده منها هي في الدائره المحكمه للرئيس الامريكي اللي فيها الامن القومي، الدائره اللي ما عرفش يخترقها وزير دفاعه ولا يعرف يخترقها وزير خارجيته. هي دائره ارهابيه تتعلق بالاسلام السياسي وبدعم الارهاب. ده غير المنظمات اللي في اوروبا اسم 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 حركه حركه. ده كشف نفاق السياسه الامريكيه وكشف نفاق وزيف ادعاءات الامريكان بنشر الحريه والديمقراطيه وبالذات في مصر وفي الشرق الاوسط. يعني كده بنسمى بقى الاستاذ عمرو حمزاوي نطالبه انه يراجع رايه. انا هقول يا استاذ ابراهيم واسمح لي. دول وكلاء، ده اللي معاه التوكيل، هو البرادعي معرفش مين، دول الناس معاه التوكيل، دول مش الاصيل.
ده الوكيل، ده الموزع الوحيد والوكيل المعتمد. انما ما احنا ما بنشتغلش لا مؤاخذة مع وكلاء، احنا بنشتغل مع الاصل. الاصل بيقول ايه؟ لما الاقي كارنيجي اللي اصلا جاي لي من سماواتها السيد عمرو حمزاوي اللي فيها ميشيل دان اللي بتقول السياسه الخارجيه الامريكيه تمشي ازاي وما تمشيش ازاي وبتمشي. الكلام بتاع مراكز الابحاث هناك بيمشي، بس ده بالذات ده مرتبط بالمخابرات الامريكيه، ده مرتبط بوزاره الدفاع، ده مرتبط بمؤسسه الامن القومي الامريكيه. لما يجي لي الاستاذ عمرو حمزاوي يقول دي اجندتك والا تبقى غبي. لما يقول لنا يعني اجندتك لازم البيولا ولازم انك انت البيئه. عايز افهمه يا استاذ عمرو، حضرتك بتضحك على نفسك وبتنصب عليا، هو جريمه النصب هي الايهام بوجود مصلحه او منفعه على خلاف الحقيقه. المجتمعات البشريه ليست من نسيج واحد يا دكتور عمرو، دي معلومه علميه يقولها لك اي تافه. المجتمعات البشريه ليست من نسيج واحد، ومن ثم هذه الاجنده ما تخصنيش، ما تخصنيش، قد تخص مجتمعاتها. طب انا دلوقتي اناقش الايبولا ليه؟ انا مالي؟ عندما تصبح الايبولا خطرا يتهددني انا لازم من دلوقتي اخذ اجراءات الاحترازيه، وقد اخذنا احترازيه. انما اوجه طاقاتي الى اجنده ما تخصنيش. لا استنى، اوجه اجندتي الى استهلاك الافكار والقيم. استنى قيم وافكار ايه؟ بس استنى. في صديقي يعني استاذ محمد سعيد ليه شغل في كينيا، يعني هو بيروح شركته هنا بيطلعه كده. فقلت له انت عملتوا ايه في البول، انت جاي من كينيا وبتاع؟ قال لي ما فيش حاجه على الكلام ده كله. هي طبعا كينيا يعني، قلت له يعني الاجراءات الامنيه ما فيش. فتكتشف ان الايبولا زي انفلونزا الطيور، زي حاجه انت بتستخدم لوقت حاجه اللي هم بيقولوا عليها فزاعه، ببيع فيها دواء، ببيع مستحضرات فيها، وببيع بيها حاجات، واحب واشرك الناس، اشغلهم بقى باللي انت حضرتك بتقول عليه ده، وبصرف عنهم استثمارات والخيره. بس في حقيقه تانية كمان خطره، خطره قوي، ان الايبولا اصلا سلاح بيولوجي صنع في الولايات المتحده زي حاجات تانية كتير. الايبولا سلاح بيولوجي، ومش انا اللي قلت، يا ريت انا اللي قلت، ده اللي قالت كل المحللين ومراكز الابحاث الغربيه وبالذات العسكريه وبالذات اللي لها صله بدوائر المخابرات. اقروا المقال حوالين تقييم الايبولا كسلاح بيولوجي على موقع سترات فور اللي هو استراتيجيك فوركاست، وده السي اي اي بوضوح شديد. يعني يا استاذ ابراهيم، العيب شيحه وحلق حوش اللي احنا بنتعرض ليها ليل نهار للاسف البالغ، لها وكلاء. داعش احنا عارفين داعش تطلع ايه، وده وكيل، بس برضه الاخوان وكيل، واللوبي الامريكي وكيل، هناك لوبي صهيوني كمان وده وكيل للماسونيه الكبيره. يكفى. طيب ايا كانت الامور، عشان خاطر ان احنا ما حدش، على فكره الكلام اللي قاله الاستاذ اسامه الدليل يعني هو بيشرح بيوضح، انما طب احنا فين من ده؟ وهل يقدروا علينا؟ اقسم بالله العظيم لو هم ومليون زيهم ما هيقدروا على مصر، لو كل الدول العالم والله ما هيقدروا على مصر يعني. بس احنا ناخد بالنا، واللي جاي احنا كل كلامنا اللي قلناه النهارده ده كله، بس زي ما الاستاذ اسامه بيقول ان احنا لما يعني شوف وفكر وانت بتفرز كويس، انت كمصري بتفرز، بتعرف تقول ده كذا وده كذا، نفرز بس اللي بتقال ده. واحنا في الفتره اللي جايه ديت عشان خاطري، لو انت جارك صاحبك بتاع زعلان قول له حقك عليا، نحط ايدينا في ايدين بعض في الفتره اللي جايه. استاذ اسامه، عشان وقتنا خلص، كان في حاجات كتير هنكملها ان شاء الله الاسبوع الجاي، يعني اذا اراد ربنا وكلمنا عمر ان شاء الله. انما في اللي جاي، في الفتره اللي جايه ديت، طبعا انا شخصيا شايف ان الشعب المصري اقوى من اي حد يقدر يخوفه، واي محاولات لتخويف الشعب قبل 28 38 25 يناير، طب استنوني ما اعرفش ايه، ما هو بقى في 1000 تاريخ دلوقتي في اللي عندنا في نعم. انا شايف الشعب يقدر يدوس على ده كله. نعم. بس كلمتين اللي هو في الاخر، واحد، كل ما نحن فيه هو علامه قاطعه ودليل مادي على ان القوات المسلحه نجحت في مهمتها ضد الجماعات الارهابيه التكفيريه، وانه على استعداد يدخل لك من اي حته بيفرفر. كل اللي احنا فيه ده فرفره، مش دليل قوه، مش صحيح، هذا دليل احتضار للارهاب. بس عشان تقول طبعا ده ما فيش كلام. دي نمره واحد. نمرة اتنين، ان الاخوان المسلمين اللي قعدوا 80 سنة تحت الارض
لم يعد أمامهم إلا فعل ما يجيدونه إنهم ينزلوا تاني تحت الأرض. قضي الأمر، قضي بمعنى كلمة قضي، قضي بشهادة كل الخبراء والمحللين السياسيين في أمريكا وفي